جدي من ايام هربيا ويافا، من ايام هربيا ويافا يعني صيادين. انت بقالك قد ايه صياد؟ حوالي 20 سنة. 20 سنة؟ وهنا سهل، بس جو عندهم صعب يعني. الاحتلال بيطردهم يعني على المناطق المسموح فيها الصيد يعني، كويس الصيد وسمح لهم 3 ميل يعني. كان بالاول 12 ميل يعني، وإلهم راحة يعني، وكان يصلوا مصر يعني، العريش يصلوا يعني بورسعيد زمان. بس اليوم على مدى العين يعني بيطردوا طردوا بطف عليه وبقتل منهم يعني، بصاب منهم. انا اضرب عليه خزايف ورا هنا في الطيارة، خزفتين. احنا كنا طالعين حسكات من هنا، وضرب علينا خزفتين من الطيارة اللي هي الزنان، هذا اللي بيقولوها الزنان، عشان كنا طالعين في ممنوع. ويوم الحرب برضه كمان كانوا يضربوا الناس يعني، اللي يشوفوا واحد حسكة زي هيك يقتلوه. وهين حصل لي موقف هين يعني، طف علي من الطفرات من هين، جاني طيب بس باب المين يعني. هذا الموسم موسم سردين، والسردين يعني جوا في المنع يعني، ما حد يقدر يصلح يعني. هم عارفين ان المنطقه اللي فيها سمك ومانعين يعني عليهم، عارفين قاعد تصيد في النفط هذه كلهم يعني. طلع حسكات الدلف والانشال كلهم بيصطادوا في منطقه يعني معينه يعني، كلهم مكربسين فوق بعض وبيقاتلوا مع بعض عن محطات ومحطات. فالاحتلال هو اللي عاملنا مشاكل يعني.